كان مهم جدا كونه الفترة الأخيرة قمنا باستعدادات اللي صارت في السعودية، نحب بالمناسبة هذه زاد نشكرهم على حفاوة استقبال. نعرف اللي عندنا عدة لاعبين نتواسل اللي كانوا ينشطوا في دوريات عربية، توقف الدوريات هذه اللي في قطر اللي في مصر اللي في تونس كان فرض علينا كونه نقوموا بمرحلة تحضيرية قبل الفيفا داي يوم 14، كانت حسب اعتقادي مفيدة جدا. حاولنا نعدلوا فيها الجاهزية البدنية بالنسبة للاعبين هذوما. الفترة الأخيرة المنتخب التونسي يظهر لبداية من شهر جوان انطلق فعليا في التحضيرات للكأس العالمية هذه، قمنا بعدة مباريات ودية كانت نتائجها على المستوى الأداء مطمئنة جدا بالنسبة لنا، لو استثنينا المباراة ضد المنتخب البرازيلي اللي صحيح كانت هزيمة لكن بالنسبة لنا احنا تعلمنا منها شيء كثير. بالنسبة لسؤالك نافع فيما يخص الأجواء اللي سبقت المنتخب وجودنا في نهائيات كأس العالم، يظهر لي عادي جدا في كل القائمة مش تكون انتقادات اللي نشوف فيها مع كل المنتخبات في العالم ومع كل المدربين. احنا قمنا بالاختيارات إن شاء الله نكونوا موافقين. قيمة المباراة بالنسبة للغدوة مهمة جدا، دائما في انطلاق الدورات المباراة تكون عندها قيمة، لكن احنا نعرف مش هنلعبوا ثلاثة مباريات مش مباراة واحدة، إن شاء الله نتعامل مع كل مباراة على حدة ونكونوا موافقين فيها. فخر كبير لنا احنا كعرب ان تكون الدوره بالتنظيم هذا. كما قال الكوتش فرحانين برشا نكون موجودين في كاس العالم هذا. تعرف احنا كلاعبين شرف كبير انه نتقمصوا زي الرايه التونسيه. ان شاء الله نكونوا نشرفوا بلادنا ونشرفوا الشعب التونسي. بالنسبه لنا احنا كلاعب يعني هذا حلم كبير برشا. ان شاء الله كيما نفرحوا التوانسه في الماتشات ان شاء الله. الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.